أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نقطة الضوء. قبل أن نستضيف الدكتور خالد القفيفة لنناقش موضوع المحكمة الدستورية والحكم المنتظر في قضية الدوائر الخمس، سنحاول بسرعة أن نسلط الضوء على قضيتين أساسيتين شغلتا الرأي العام في البلاد خلال الفترة الماضية، وطرحت أسئلة لم تجد إجابات شافية حتى الآن من الجهات المعنية. أعزائي المشاهدين، لعلكم جميعا تتابعون بكثير من القلق والدهشة مسلسل الحرائق العمدية الغامضة التي تضرب مناطق متعددة من البلاد، خصوصا في محافظة الجهراء التي تعاني من هذه الحرائق. تقريبا كل جمعة نسمع في حريق في مناطق متعددة، خصوصا المناطق الصناعية أمغرة ورحية والسكراب ومصانع الخشب. حتى بالعيد كان هناك حريق، لا شك أنها مسألة غاية في الخطورة. في الدول المتقدمة ممكن أن تطيح هذه الحرائق بمسؤولين كبار ووزراء، وفي دول أخرى يجري التعامل مع هذه الحرائق وهذه الأحداث باعتبارها قضايا أمن قومي وقضايا أمن دولة. سنشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل عبد العزيز الشمري عن هذه الحرائق. كشف تقرير عالمي أن نسبة الحرائق في الكويت وصلت إلى 20%، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة في حجم وعدد الحرائق في الدول المجاورة. وعليه فإن هذا الارتفاع لم يغير من القناعة الحكومية التي لم تتخذ إجراء صاربا مع مفتعلي هذه الحرائق التي جعلت عدد من الأماكن هشيمة تدرها الرياح. فبينما كان رجال الإطفاء بمشاركة أطفاء الحرس الوطني والجيش الكويتي يكافحون لساعات طويلة لإخماد حريق مكب الإطارات الأرطية، وهو بداية سلسلة الحرائق في البلاد، حيث اعتبر أكبر حريق تشهده البلاد منذ إحراق أبار النفط خلال فترة الغزو العراقي الغاشم، حتى أصبحت الأسئلة تطرح وبشكل كبير حول القدرة على التعامل مع الكوارث الكبرى والتنسيق الأمثل بين أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة هذه الحرائق. أحرقت أمغرة في عطلة نهاية الأسبوع بشكل مستمر، فتارة يحرق مخزن وتارة أخرى يحترق مصنع، مما يبين أن هناك خلل ما في آلية معينة قد توجه أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية وتحرياتها التي لم تستدل حتى الآن إلى الفعل الحقيقي لهذه الحرائق التي وصل عددها إلى 31 حريق في عام 2012 لم يستدل بعد إلى فاعله بشكل مباشر. في الكويت فقط، ومع إطالة يوم الجمعة من كل أسبوع، يحبس الكويتيون أنفاسهم ترقب لاندلاع حرائق في سكراب أمغرة من جديد، في مسلسل يعكس التقصير الحكومي المعيب في الوقت الذي تحول فيه دور وزراء بالحكومة للبهرجة الإعلامية فقط. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على خطورة الوضع الذي بات يحدق بمنطقة أمغرة تحديدا، فيما تقف الحكومة عاجزة في موقف المتفرج على هذه الكارثة، والوزراء عاجزين عن إيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بوضع حد لهذه الحرائق. وأصبح يقتصر موقفهم على زيارة موقع الحدث أسبوعياً، ووسائل الإعلام ترافقهم من كل صوب ولمدة ربع ساعة فقط قبل أن تنتهي الزيارة، وملف الحرائق يبقى حبيس أدراج المسؤولين الحكوميين. وفي هذا السياق لابد أن نطرح سؤال مفاده: من يدفع ثمن هدر أرواح أبنائنا في الحرائق التي تشهدها الكويت؟ وأين دور وزارة الداخلية من هذه الحرائق؟ كما نسأل عن سبب عدم إعلان وزارة الداخلية عن المتسببين بهذه الحرائق الماضية، والأمر لا يقتصر على وزارة الداخلية فقط، فأين دور بلدية الكويت من هذه الحرائق أيضا؟ لكن السؤال الأهم: من هو المتهم وراء هذه الحرائق التي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا؟ الجواب بالتأكيد سيكون لدى وزارة الداخلية، لا أحد حتى الآن. ومتابعة للموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد. مساك الله بالخير أبو مصعب. حياكم الله، مساكم الله بالخير الجميع. الله يعطيك العافية أبو مصعب. يعني منذ اندلاع حريق رحية وحتى الآن كانت هناك العديد من الحرائق، خصوصا في المناطق الصناعية التابعة لمحافظة الجهرة. شكلتم لجان تحقيق في المجلس البلدي، أيضا الحكومة تعهدت ببعض الإجراءات والقرارات، وحتى الآن الحرائق تشتعل. ماذا توصلتم إليه حتى الآن أخ عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رحية وأمغرة هي دليل صارخ صراحة أن الحكومة في كيلو متر واحد مو قادرة يعني تستوعب أن صحة الناس وأرواحهم هي أهم وأغلى ما يفترض أن يقام عليه يعني أعمال هذه اللجان والجهات الحكومية. ولكن للأسف من وقت حريق رحية اللي احنا يعني صرحنا مرارا وتكرارا أنه راح يقع كارثة، وقعت الكارثة وبعدها امتدت إلى يعني أمغرة، وكل صرنا موعد مع كل يوم جمعة وكل أسبوع يصير فيه حريق في موقع أمغرة. وللأسف يعني هناك نفوس مريضة كانت تربط ربط يعني لا إنساني بين قضايا البدون ومظاهراتهم مع حرائق رحية. نعم. وحرائق أمغرة. ولكن للأسف يعني آخر ما توصلنا إليه أن قبضوا على إيرانيين بتهمة التخريب وبتهمة إشعال أمغرة. فلذلك احنا نحمل أولا وزارة الداخلية هذه المآسي اللي قاعد تصير في أمغرة، كيلو متر واحد مو قادرين يسيطرون عليه أمنيا. وأيضا نحمل البلدية التأخير في قرار تطبيق قرار المجلس البلدي في شهر 6/2011 بنقله إلى السالمي. وما أدري لمتى أخ عبد الله، يعني رئيس الوزراء أعلن في إبريل الماضي أن حكومته ستتخذ إجراءات جذرية تمنع تكرار هذه الحرائق. يعني هل صدرت قرارات معينة ملموسة في المجلس البلدي أو في مجلس الوزراء تجاه هذا الأمر أم لم تصدر حتى الآن؟ وأيضا هناك تقصير من الأجهزة الأمنية. أبدا ما صدرت. أنا أقول لك في قرار مجلس بلدي، وهذا القرار يفترض أن يكون نافذ وتنفذه يعني البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية، ولكن مثل هذا الأمر ما يحدث. وأنا قسمت مرة قسم أن هذه الحكومة بهذه التصرفات غير مؤتمنة على صحة وأرواح الناس. إذا كارثة مثل كارثة الترحية، الكارثة البيئية، وما تحركوا إلى يومك هذا، وإذا الحرائق في يعني بهذه السهولة وبهذه البساطة قاعد تصير أسبوعيا وما قاعد تحرك وزارة الداخلية، وبالتالي صرنا يعني تحت طائلة الشبكات التخريبية والناس الوافدين المخربين في الدولة. إذا احنا ما ننتظر أي يعني أي إجراء فعلي صادق ومسؤول ووطني من قبل هذه الجهات الحكومية. نعم. وما أعلم يعني لوين بيوصلونا كمحافظة الجهرة وكأهالي منطقة سعد العبد الله في القادم من الأيام. شكرا أخ عبد الله، شكرا على هذه المداخلة، شكرا لك. أيضا علينا أن لا نعفي مجلس الأمة الذي لم يصدر منه أي فعل تجاه هذه الحرائق، ولم يحمل المسؤولية السياسية لأي طرف حكومي، رغم أن المسؤولية المباشرة تشترك فيها ثلاث جهات، هي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت، إذ لم نسمع حتى الآن أن مسؤولا أقيل أو أحيل للتحقيق أو أوقف عن العمل. بالطبع نحن حاولنا أن نكون موضوعيين وحرصنا على أن تكون معالجتنا لهذه القضية موضوعية ومتوازنة. كذلك فقد سعينا للاتصال بمدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية عادل الحشاش، لكن للأسف رفض الحديث بحجة أن هناك اجتماع. ويبدو أن الجهات الأمنية في وزارة الداخلية حتى هذه اللحظة ليس لديها ما تقوله للشعب الكويتي، أو أنها غير قادرة على الإجابة على هذه التساؤلات الخطيرة وراء هذه الحوادث الكثيرة. فالشعب يريد أن يعرف ما هو دور الأجهزة الأمنية ولماذا كل هذا التقصير منذ عدة أشهر. سمعنا في السابق عن القبض على أشخاص من فئة البدون، وبعد ذلك سمعنا أنهم ألقوا القبض على عمالة أسيوية، والآن نسمع عن إلقاء القبض على متهمين من الجنسية الإيرانية، والحرائق لا تزال مستمرة ولم يصدر أي بيان من وزارة الداخلية. الآن لدينا حريق من نوع آخر، هو حريق سياسي واجتماعي يبدو أنه لا يخمد وترتفع ألسنته مع اقتراب موسم الحج كل عام. فيزا حج البدون التي تعتمدها السفارة السعودية في الكويت بالمجان وبلا رسوم تعود للواجهة. سنشاهد هذا التقرير عن هذه القضية الحساسة. مافيا جديدة،
أبطالها لم يتحددون بعد، لكن يبدو أن أطرافا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لهم اليد في ارتفاع أسعار الفيزا في الكويت استعدادا لشعيرة الحج الحالي، حتى وصلت إلى مبلغ باهظ يقدر ب 500 دينار كويتي. السفارة السعودية بدورها أكدت أن الفيزا التي تمنح للبدون وللوافدين تمنح بالمجان، وأنها غير مسؤولة عن هذا الارتفاع في ظل تصريحات وزارة الأوقاف التي أعلنت سابقا عن خطط جديدة لرفع التلاعب في تأشيرات الحج للبدون والوافدين. وذكرت صحف محلية أن سفارة السعودية في البلاد استفسرت من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن حقيقة بيع بعض الحملات الكويتية لتأشيرات البدون والوافدين بأسعار باهظة في السوق السوداء. وقامت السفارة السعودية بدورها بالتجديد على أن التأشيرات تمنح بالمجان، مطالبة برصد من يبيعها ومعاقبته قانونيا، فضلا عن عدم السماح بتبادل التأشيرات وبيعها بين الحملات إلا بعلم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت كي لا تدخل المتاجرة في شعيرة الحج. هذا وعقدت إدارة شؤون الحج اجتماعا مع أصحاب الحملات لمناقشة أهم الآليات والنقاط التي سيتم تطبيقها هذا العام بعد اعتماد تسجيل جميع الحملات وعودة اللجنة المختصة بفحص المباني من الأراضي المقدسة. وتتجه النية لدى عدد من أبناء فئة البدون إلى مقاضاة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد ارتفاع أسعار فيزا دخول الحج، وهو حق قانوني يراد به رد اعتبار الفئة التي أصبحت أرضا خصبة لارتفاع الأسعار والمتاجرة بها. يذكر أن عدد الحجاج البدون هذا العام بلغ 1250 فقط حسب ما حددته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع السفارة السعودية في الكويت. ومتابعة الموضوع معنا الشيخ عبد العزيز العويد الذي نشط في هذه القضية خلال الأيام الماضية. مرحبا فيك شيخ عبد العزيز. مرحبا مقربة، أهلا أستاذ طلال. أهلا وسهلا فيك. أنا فيك تشرفنا بسماع صوتك. جزاك الله خير شيخ. شيخ، لمسنا خلال الأيام الماضية قضية ارتفاع فيز البدون ب 500 دينار و 1000 دينار عن طريق حملات الحج، فنبي نعرف بالضبط أنت شخص تابعت هذه القضية ويبدو أنك طرقت أبواب بعض المسؤولين، ماذا حتى الآن ماذا حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دعني أخبرك عن الأثر قبل الألم. تفضل. الأثر أو من الآثار المترتبة على هذا التعسف من بعض لصوص الحج أنني أنا فضلا عن غيري، أنا أكلمك عن نفسي، كل سنة أتفق مع بعض المحسنين بحمد الله يكفلون ما يقرب من 20 إلى 30 حاجا. في هذه السنة لم نتمكن من كفالة حاج واحد بسبب ارتفاع تكلفة الحج. طبعا باختصار أنا أظن التقرير عرض جزءا من المشكلة والوقت قصير جدا، لكن باختصار المشكلة في نظري تبدأ من وزارة الحج السعودية. طبعا الخطأ غير مقصود، لكن المشكلة يمكن معالجتها من هناك. فحينما تصل هذه التأشيرة أو تأشيرة فيزة الحج تصل وهي غير مذكور فيها اسم الحاج، وتتفق وزارة السفارة السعودية على تسليمها مجانا، لا وزارة الحج ولا السفارة السعودية ولا وزارة الأوقاف، هذه الجهات كلها لا تتقاضى مبالغ مالية تجاه هذه التأشيرة تأشيرة الحج. لكن الخطأ يكمن من هذه الجهات الثلاث، أن هذه الجهات تمكن بقصد أو بغير قصد حملات الحج من التلاعب بها. فلو أن هذه التأشيرة وضع فيها اسم الحاج لا يمكن التلاعب بها أبدا. السؤال الآن الذي كثير من الناس يسأل عنه، لما ظهرت مشكلة تأشيرة الحج في هذه السنة تحديدا؟ السنة الماضية كانت أقل، السنة زادت، إحنا إذا ما تحركنا السنة القادمة راح تصير أكثر. قديما أستاذ الكريم كانت وزارة الحج لا تحدد عددا معينا للحملة، أنا صاحب حملة أقدر أخذ 300 حاج 400 600 حاج. نعم. وزارة الحج في السنوات الأخيرة مشكورة تم تحديد عدد الحجاج لكل حملة، صاحب الحملة كان يربح تقريبا 100,000 50,000 60,000 بغض النظر عن الربح. الآن بعد تخفيض عدد الحجاج صار يربح نصف الأرباح اللي كان يربحها قديما، فيعوض هذا النقص عن طريق بيع تأشيرة الحج.
يعني المشكلة أننا عرضنا الموضوع على السفارة السعودية وهي تتكلم بإنصاف أنها لا تملك قرار في وجود هذه الظاهرة. كلمت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، قال لي يا أخ عبد العزيز حملات الحج تتبع وزارة الأوقاف. نعم تتبع وزارة الأوقاف. نعم المشكلة موجودة في وزارة الأوقاف. نعم وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف كان جوابها صحيحا، تقول نحن لا نملك، ما عندنا القرار الآن أن إحنا نطلع تفتيش على حملات الحج. يا أستاذ الكريم، نعم. الوزارة كل سنة وإحنا نتابع هذا عن طريق بعثة الحج، تتابع بكل دقة حركة الحملة هناك ومستوى الخدمات التي تقدمها، وترفع نعم. تقارير عن بعض المخالفات الموجودة، فهي عندها موضوع الضبطية القضائية لكنها لم تفعل. لديها صلاحيات وتلغي تراخيص بعض الحملات. يعني نحن لسنا مخولين بذكر الأسماء، أنا بنفسي والإخوان وحتى وزارة الأوقاف يعرفون من هم أصحاب الحملات الذين يتاجرون بمشاعر المسلمين ويمنعونهم من الحج، يعرفون الحملة الفلانية والحملة لكنهم لا يملكون الصلاحيات. الصلاحية يا أخي تبدأ من تفعيل دور الضبطية القضائية عند إدارة الحج في وزارة الأوقاف. عموما المشكلة موجودة وأنا أحملها كاملة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأنها تستطيع خوفا من الله ومراقبة له أن تراقب هذه الحملات وتوقفها عند حدها. المشكلة يا أستاذ الكريم، وهذا حديث ذو شجون وأنا أتمنى يطرح في برنامجك الكريم حتى لو الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله، عندنا مشكلة أخرى هي متعلقة بهذه المشكلة، أن هذه الحملات تقع في مخالفات جسيمة تتلاعب بحجاج الناس في كل حج، هذه بعض الحملات، ومع ذلك تحصل على امتياز أو تحصل على تقدير. يعني يكون تلاعب وأيضا تحصل على امتياز. اي المشكلة يعني تعال شوف مستوى الحملات يا أخي، تعال شوف مستوى الحملات، أنا أدفع 1500 ويتمنن عليك شيخ عبد العزيز. يعني المشكلة أن في موضوع الفيز متحدد بفئة معينة تجارة عليهم اللي هم إخواننا البدون. طبعا البدون وغير الكويتيين عموما، البدون وغير الكويتيين، نتكلم حتى عن الوافدين ايضا. اي نعم هو عموما، لكن المشكله اكثرها تظهر في البدون، لانه هو 1250 حاج يحصل على 30 تاشيره، وفي بعض اللصوص الكل يعرفهم الان، كل اللي يسمعني يعرف منه اقصد، في بعض اللصوص ماذا يصنع؟ يروح يشتريها من كل حمله. انا مثلا انا صاحب حمله حجاج كويتيين ما احتاج هذه الفيز لكن اخذها، طيب ايش حاجة تاخذها؟ لا باخذها عشان ابيعها على هذا على صاحب الحمله الفلانيه، يبيعها بكم؟ ب 100 200 200 دينار الفيزا الوحده. صاحب الحمله الفلانيه وهو الان الكل يتابع، عن العام الماضي انا كنت اراقب تصرفاته وهو جالس، اصحاب الحملات ياتون اليه بالتاشيرات وهو يبيعها وما يطالع لك ولا يحاكيك، يقول لك 400 دينار تبي تدفعهم ادفعهم، ما تبي تدفعهم روح شوف غيري. طبعا انت ما تلقى غيره. صاحب وزارة الأوقاف تقول أنا ما أملك صلاحيات أني أقدم شكوى. لا تملك صلاحيات، لديها الضبطية القضائية ولديها مراقب مكلفة، هناك قطاع كامل وإدارة كاملة مسؤولة عن حملات الحج، لماذا لا تملك؟ في قصور يا أستاذي، لكن أنا أخاطب الآن، واسمح لي من, 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 من هذا الكلام، أخاطب الآن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أقول لها أنت مكلفة أمام الله ثم أمام الناس باتخاذ الإجراءات القانونية عاجلا غير آجل الآن والسنة القادمة في مخالفة أصحاب الحملات، وإلا فإني وكثير من الإخوة سنرفع مذكرة قانونية نخاطب بها أولا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم السفارة السعودية ثم وزارة الحج السعودية في حل المشكلة، وإلا عن طريق بعض المنظمات الحقوقية سنرفع شكوى ضد وزارة الأوقاف مباشرة، ويسمحوا للإخوان بعد ذلك سنعرض الأسماء حتى يعرف كثير من الناس أن هؤلاء اللصوص الذين يعبثون بحجاج نعم. بحجة المسلمين ينبغي أن يفضحوا على رؤوسهم. شيخ عبد العزيز وصلت الرسالة، وشكرا لك على هذه المداخلة والتوضيح. حياك الله يا شيخ. يبدو أن فكرة الامتناع صراحة عن التوضيح لوسائل الإعلام من قبل بعض المسؤولين في الموضوعات الملحة والعاجلة مثل موضوع الفيز لا تقتصر على وزارة الداخلية. يعني أيضا حاولنا الاتصال اليوم على وكيل الحج ومدير إدارة الحج اللي هو مطلق القراوي ورومي الرومي مرارا وتكرارا، ولكن لم يرد أحد. عموما سنخرج إلى فاصل لنلتقي بعد ذلك بضيفي العزيز وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور فلاح الكفيفة، خالد فلاح الكفيفة عفوا.
أهلا وسهلا بكم من جديد. رحبوا معي بالدكتور خالد القفيفة. دكتور مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيك العافية دكتور. الله عافية. دكتور احنا اليوم امام ننتظر جلسة المحكمة الدستورية في الخامس من الشهر الجاري. بالنسبة يعني انت ادليت بدلوك في الانتخابات قبل عقد الانتخابات الماضية وكان في تلفزيون قناة اليوم في تاريخ اعتقد 6/12 يعني قبل الانتخابات بنحو 55 يوم وقلت ان هذه الانتخابات باطلة. فودنا أن توضح لنا هالأمر هذا دكتور. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أخوي طلال وحيي طاقم البرنامج على هذا البرنامج المتميز وأتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح. طبعا في ذاك الوقت يعني أثارت نقطة يعني تعيين وتشكيل الحكومة وتوصلنا في ذاك الوقت في تاريخ تحديدا 6/12/2011 وكانت قناة اليوم بالأمانة هي السباغة في يعني طرح هذه المسألة وتوصلنا ان الحكومه تعتبر باطله وبالتالي يعتبر يعني باطل ما يصدر عنها من مراسيم بما فيها الاشراف عن العمليه الانتخابيه وهذا ما اخذت فيه المحكمه الدستوريه في حكمها الاخير وابطلت الانتخابات اللي كان في الامانه متوقع بطلانها من تعيين يعني وبطلان الحكومه في ذاك الوقت. زين نبي نتكلم عن بشكل سريع عن كيفيه الذهاب للمحكمه الدستوريه واختصاصات المحكمة الدستورية، من له الحق في الذهاب للمحكمة الدستورية واختصاصاتها أيضا؟ هل الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة ليس لها الحق كما يقول البعض في الذهاب للمحكمة الدستورية؟ اختصاصات المحكمة الدستورية طبعا وردت في قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 وبالأمانة كانت يعني على سبيل الحصر اللي هي تفسير النصوص الدستورية الطعون الانتخابية وهي الدعاوي الدستورية فيما يتعلق النصوص التشريعية سواء القانون أو اللائحة. الذهاب إلى الدعوة المحكمة الدستورية أما أن يكون بالادعاء المباشر وهذا مكفول للحكومة والمجلس الأمة أو أن يكون الادعاء الغير مباشر وهو عن طريق دفوع تقدم أمام المحاكم العادية وما يعني يرون جديته ومن ثم الانتقال إلى المحكمة الدستورية. فهناك طريق ادعاء مباشر والادعاء الغير مباشر. في هذه يعني المناسبة أحب أوضح أن الادعاء المباشر ورد في الدستور الكويتي فقط للحكومة الكويتية لا يكون يعني الدستور الكويتي لم يتطرق إلى حق مجلس الأمة في الذهاب إلى المحكمة الدستورية إلا أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية كفل هذا الحق للحكومة والمجلس كلاهما نفس الوضع بطلب يقدم إلى المحكمة الدستورية ولا أعلم يعني مدى يعني الدستورية أو عدم دستورية هذا النص يعني محتاجة بحث ومحتاجة يعني إلى يعني قصد نعم. المشرع الدستوري ولكن الدستور الكويتي في المادة 173 كفل الحق في الادعاء المباشر للحكومة فقط وللإفراد عن طريق الادعاء غير المباشر حتى في ظل عدم وجود مجلس الأمة تذهب بل بالعكس يعني عدم وجود مجلس الأمة يكون للحكومة ذريعة أمام المحكمة ذريعة عدم وجود المجلس وبالتالي عدم إمكانيتها اتخاذ صلاحياتها التشريعية في البرلمان وبالتالي في ظل عدم وجود المجلس يكون حق الحكومة الذهاب أقوى من في وجود المجلس على اعتبار المصلحة وما يترتب عن يعني شرط المصلحة في الدعوة الدستورية البعض يرى أن ما في حق المحكمة الحكومة الذهاب للمحكمة الدستورية أعتقد أنه يعني ذهبوا في هذا الاتجاه من الناحية السياسية أنه ما في موائمة سياسية ولكن الحق كفله الدستور وكفله القانون وكذلك اللائحة الداخلية للمحكمة الدستورية. أنا في طبيعة معينة دكتور للمنازعات الدستورية؟ نعم هو طبعا المنازع بصفة عامة هي شرط لقبول الدعوة الدستورية يعني شرط القبول دعوة دستورية أن تكون هناك منازعة ويقصد المنازعة أن يكون هناك خلاف أو عدة يعني آراء تختلف في النص التشريعي وهذا الخلاف ما تولد إلى وصول إلى نتيجة معينة في ظل التطبيق أو عدم التطبيق هنا يكون أحقية للذهاب إلى المحكمة الدستورية في ظل وجود منازع لفظ المنازع ورد في الدستور وورد في القانون إنشاء المحكمة الدستورية وكذلك في اللائحة الداخلية المنظمة للمحكمة الدستورية نعم. فشرط المنازع الدستورية عرفت المحكمة الدستورية أن لابد أن يكون هناك عدة آراء تختلف على نص تشريعي دون التوصل إلى حل تطبيق هذا النص عندها يكون يعني الذهاب إلى المحكمة الدستورية مقبول نعم دكتور اليوم الكل ينتظر يعني الجلسة المقبلة نعم هذه الجلسة هل ممكن يصدر فيها الحكم مباشرة؟ وطبعا يعني في احتمال دكتور ولا
لا الاحتمال بعيد أن يعني الجلسة تحدد لها في تاريخ 5/9 للنظر في الدعوة أول جلسة، فعادة أول جلسة يقدم فيها المذكرات ويقدم فيها الدفوع، وهناك احتمالية يعني دخول الطرف اللي هو مجلس الأمة دون أن يكون خصم في الدعوة. يدخل عن طريق ماذا؟ يعني هو أنا أحب أوضح مجلس مبطل ومجلس قائم. هو طبعا الكلام على المجلس 2009 أن مجلس الآن قائم وهو الآن المجلس الدستوري حسب الحكم من الحكم الدستوري الأخير، ولكن أحب أوضح أن الدعوة الدستورية في هذا الشأن هي ما بين الحكومة والنص التشريعي، ولا يكون المجلس الأمة خصم في هذه الدعوة. هناك يعني بعض الزملاء رأى أن لابد أن يكون مجلس الأمة خصم في هذه الدعوة. الدعوة الدستورية تختلف عن الدعاوي القضائية الأخرى، يكون الخصم فيها الحكومة في هذا الشأن، والنص التشريعي هو المختصم في هذا، وبالتالي لا يكون هناك خصم للمجلس الأمة. في حكم سابق المحكمة الدستورية رأت أن تأخذ بدفوع المجلس الأمة في ذاك الوقت، وتأخذ رأي على سبيل الاستئنان على اعتبار أن له مصلحة مفترضة في ولكن دون أن يكون خصم، أي أنه لا يكون يعني هناك خصم في الدعوة إلا الحكومة والنص التشريعي في هذه المسألة. عادة أول جلسة في المحكمة ما يكون فيها يعني تصدر أحكام، قد يقبل يعني الدفوع، قد تقبل مذكرات، ومن ثم تؤجل. يعني هذه دكتور توقعات أو يعني عرف جرى أنه لا يصدر حكم في أول جلسة؟ إجراءات سير الدعاوي يعني جرى العمل بهذا، يعني تقدم الآن يعني الدفوع وتقدم الأوراق وتقدم الحجج، ومن ثم ممكن يكون هناك يعني أجل لي يعني استيفاء شرط معين، استيفاء أوراق معينة، دفوع معينة. عادة أن الأحكام ما تصدر بأول جلسة تحدد، حتى لو يعني حددوا يؤجل لصدور حكم. زين دكتور، نبي نتكلم عن الاحتمالات المتوقعة. أنت كمحامي وكأستاذ قانون وعضو سابق في هيئة القضاء العسكري، الاحتمالات المتواردة لدى القانونيين ولديكم. نعم، هو طبعا الطعن اللي تقدمت فيه الحكومة حسب وجهة نظر هناك ثلاث احتمالات قد تؤول إليه هذه الدعوة. ثلاثة احتمالات فقط؟ ثلاث احتمالات تقريبا، يعني حسب وجهة نظري أنها قد تؤول في هذه الدعوة. نعم. الاحتمال الأول أنه هو يرفض الطعن شكلا دون البت في الموضوع الدستوري أو عدم الدستوري. عادة الدعاوي الدستورية يعني اشترط لها المشرع يرفض شكلا ومضمونا ولا يرفض شكلا فقط؟ يرفض شكلا، الاحتمال الأول قد يرفض شكلا دون البت في الموضوع. وهناك يعني سابقة أحب أذكرها اللي هو عندما رفعت بعض يعني الأخوات دعاوي على بطلان قانون الانتخاب في ذاك الوقت على أساس أنه كان مقصور على الذكور، المحكمة الدستورية رفضت الطعن شكلا ولم تتطرق إلى مدى دستورية أو عدم دستورية نص المادة. نعم، وبالمناسبة تم الإشادة فيه من قبل أعضاء مجلس الأمة. نعم، ممكن في ذاك الوقت يعني تمت الإشادة، وفعلا المحكمة الدستورية يعني هناك شروط وضوابط معينة للجوء للمحكمة، يعني ففي هذه الحالة إذا لم يتوافر هذه الشروط لن تدخل المحكمة في الشق الموضوعي. نعم. ولاية المحكمة تنعقد متى ما توافرت الشروط التي اشترطها المشرع ويعني الأحكام القضائية السابقة من المحكمة الدستورية. الاحتمال الأول أذهب إليه يعني وقدمت فيه الحجج والأسانيد في هذا الاتجاه على اعتبارات عديدة. يرفض لأن لم يستوفي شرط من الشروط التي تطلبتها المحكمة الدستورية، وهو أنه لابد أن يكون هو الحل، الذهاب للمحكمة الدستورية هو الحل للبت في النص التشريعي. قاية موضوع الذهاب للمحكمة الدستورية في هذا المسألة اللي هو إلقاء النص التشريعي، يعني الهدف أو الطلب الذي يقدم المحكمة اللي هو إلقاء النص التشريعي. الحكومة في هذه المسألة تملك بالصلاحيات الموكولة لها في الدستور الكويتي سلطة التشريع. سلطة التشريع عندنا ما نتكلم التشريع فهو إنشاء نص، إصدار قانون، يعني إصدار اقتراح بقانون بالتعديل أو إنشاء نص جديد أو إلقاء نص، فهي تتمكن من الذهاب بالصلاحيات الموكولة لها لإلقاء المادة 1 و2 من قانون الانتخاب المطعون بهما أمام المحكمة الدستورية الآن. فطالما هناك إجراء آخر أو طريق ممكن به إلقاء هذا النص فلا تنعقد ولاية المحكمة الدستورية في هذه المسألة. بس دكتور، هي الحكومة ذهبت إلى المحكمة الدستورية تحوطا حتى يعني تستطيع حتى إذا اتخذت قانون أو اتخذت إجراء آخر تقول أن القانون الحالي غير دستوري. هو طبعا هو هذه الحجة اللي تقدمت فيها المحكمة وهي كلمة حق يعني يراد غد يراد فيها باطل اللي هو التعطيل. النصوص التشريعية الطعن في النص التشريعي لا يؤدي إلى تعطيل النصوص التشريعية، بل تعتبر نافذة إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية يلقي هذا النص. ولكن لا يكون الطعن في النصوص التشريعية ذريعة لتعطيل النصوص الدستورية،
كما هو الحاصل الآن. الآن المحكمة ذابت المحكمة الدستورية على اعتبار بطلان أو عدم دستورية المادة 1 و 2 من قانون الانتخاب. الآن هناك طريق آخر كفله له الدستور، وقد يعني نتوسع في الكلام ونقول أن تتنازل عن صلاحيات الموكولة في الدستور وهو سلطة التشريع إلغاء وتعديلا وإنشاء، وتذهب بالطعن مراد من الطعن هو إلغاء النص وهي تملك أصلا. فالذهاب للمحكمة الدستورية اللي هو استثناء من أصل. نعم. وعادة الاستثناء يؤخذ فيه في أضيق النطاق. هذا الحجة الأولى اللي ممكن يبطل أو ممكن يرفض فيها الدفع. الدفع الثاني اللي قدمته اللي هو لابد أن يكون هناك منازعة دستورية ثار الخلاف على النص التشريعي حتى تقبل أمام المحكمة الدستورية. المنازعة الدستورية وردت في لفظ النص الدستوري، وردت كذلك في اللفظ النص التشريعي قانون إنشاء المحكمة، وكذلك في اللائحة للمنظم المحكمة الدستورية. فالمشرع قصد بأنه لا تقبل الدعوة طالما لم توجد هناك منازعة على نص. المقصود بالمنازعة من يكون هناك عدة آراء يختلفون فيما بينهم دون التمكن لنتيجة في تطبيق أو عدم تطبيق. هنا يكون الذهاب للمحكمة الدستورية، وهنا يكون هناك مصلحة في الذهاب للمحكمة الدستورية. منازعة لم تبين المحكمة الدستورية في الطلب، بس تكلمت الحكومة عن العدالة والمساواة. نعم، هذه الحجج المادة الأولى والثانية، هذه الحجج الموضوعية لقبول الطعن موضوعا، ولكن شكلا لم تقدم هناك لم تقدم أو تبين المنازعة التي حصلت حول النص التشريعي. وبالتالي المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها تطرقت لابد أن يكون هناك منازعة حتى تنعقد ولاية المحكمة الدستورية. أنا يعني ذكرت في البداية الدعوة الدستورية تختلف عن الدعاوى القضائية الأخرى، تتشدد المحكمة فيها، والسبب واضح أنها تختلف الدعوة الدستورية في طبيعتها وفي موضوعها، والمهم كذلك أنها تختلف في الحكم الصادر عنها. الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يكون ذو حجة على الكافة على جميع السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك على المحاكم، وبالتالي المحكمة الدستورية جرى العمل أنها تتحفظ وتتشدد في قبول الدعوة الدستورية. نعم. حتى لو كان هناك الحق الموضوعي في الطعن مقبول، ولكن طالما لم يستوفي الشكل المطلوب فإن الطعن يرفض. الدفع الأخير اللي تقدمت فيه اشترطت المحكمة الدستورية أن يكون هناك ضرر مباشر واقع على الطاعن، وهذا الضرر لا يكون نظري حسب ما يعني ذكرت المحكمة الدستورية، لازم أن يكون هناك ضرر واقع ومباشر وملموس واقعي، إنما الضرر النظري أو الإيديولوجي أو الفلسفي فلا يكون يعني عذر لقبول الدعوة الدستورية. الحكومة هنا شنو الضرر الواقع عليها مباشرة في الطعن؟ قد يكون لو تقدم في أحد الناخبين أو أحد المرشحين قد يكون ضرر واقع عليه مباشرة لأن هذا النص يعني، بينما الحكومة عندما ذهبت وما هو الضرر اللي اشترطت المحكمة الدستورية؟ تخوفت من طعن أن يتقدم أحد بطعن على نعم قانون هذا التخوف ويتحدث عن العدالة والمساواة. التخوف هذا نظري، حتى المحكمة الدستورية قالت الضرر النظري أو الإيديولوجي أو الأكاديمي أو غيره ما لم يكن مباشر وواقعي فلا تقبل الدعوة الدستورية. نعم. ففي هذه الحالة أذهب بأن يعني نص الدعوة اللي قدمتها المحكمة الدستورية قد ترفض يعني شكلا، وهذا الاحتمال الأول الآن اللي احنا خلصنا من الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني دكتور، الاحتمال الثاني أن الدعوة تقبل شكلا وترفض موضوعا، يعني هذا أصبح نفس الاحتمال الأول تقريبا يعني، ولكن ترفض بأسباب موضوعية. ما هي الأسباب الموضوعية؟ أن المحكمة ترى أن النص المادة 1 و 2 من قانون الانتخاب لا يخالف الدستور. الحكومة قدمت مبادئ تمت مخالفتها في النص التشريعي اللي هو مبدأ العدالة، مبدأ المساواة، مبدأ تكافؤ الفرص. قد تذهب المحكمة بأن النص التشريعي لم يخالف هذه المبادئ، وفي كثير من أحكام المحكمة الدستورية رأت أن لابد أن يكون هناك مخالفة فعلية، والمخالفة الشكلية في النص لا تكون سبب لبطلان النص التشريعي. قد يكون المحكمة تذهب إلى أن المخالفة هذه نظرية، وجهة نظري أن هناك مساواة فيما بين الناخبين سواء الناخب الدائرة الثانية أو الدائرة الخامسة، كلاهما له الحق أن يعطي يختار أربع مرشحين، وكذلك له الحق أن يمثله 10 مرشحين. فأنا أشوف أن المساواة هذه وجهة نظرك الشخصية، وجهة نظري الشخصية ترى أن هناك عدالة، أرى من الممكن إذا المحكمة رأت أن ما في مخالفة دستورية قد تكون هذا سببها، أن ما في مقايرة في حقوق الترشيح أو الانتخاب في جميع الدوائر. مثلا ناخب الدائره الثانيه له 4 أصوات، ناخب الدائره كذلك الخامسه له 4 أصوات، وبالتالي تساووا في الحقوق. الحديث عن كثافه نعم الناخبين، الكثافه اللي هو التوازن النسبي في الدوائر. هناك دساتير نصت على ان لابد ان يكون هناك
توازن نسبي في الدوائر، وبالتالي إذا أتى المشرع وخالف هذا المبدأ يعتبر باطل. بعض الدساتير رأت أن لابد أن يكون هناك تقارب جغرافي في الدوائر. دستور الكويت لم يتطرق لهذه المبادئ، بل يعني كان يعني تفسيرا للعملية الانتخابية بسيط، قد يكون نصين أو ثلاث اللي تكلم عن حق الانتخاب. هو مو حق الانتخاب، هناك مادة في الدستور تتحدث عن العدالة والمساواة في المجتمع. نعم، هو العدالة والمساواة تكون في الناخب، هل هو الآن متساوي في حقه الانتخابي وحق الترشيح مع ناخب الدائرة الأخرى؟ قد نعم. يكون فيه متساواة. هو كلام قد نظري نوعا ما، أن الدائرة والدائرة يختلفون فيه وماكو عدالة فيما بينهم. دكتور أنت خلني أنوه أنك تتكلم عن آراء قانونية. نعم، ما في شك، وليست وجهة نظرك الشخصية. هو طبعا يعني إحنا الآن يعني أنا دائما أعتب على بعض الزملاء أن لا يكون الرأي القانوني حسب أهواء السياسية أو مصالح السياسية. نحن ندلي الآن في رأي قانوني بحت حسب يعني فهمنا للنصوص الدستورية والنصوص القانونية. نعم. قد يكون لنا توجهات سياسية مغاير للرأي، ولكن نحن نبدي الرأي القانوني البحت. نعم، نتحدث عن الاحتمال الثالث دكتور. الاحتمال الثالث هذا هو اللي يعني يحتاج نوعا ما إلى يعني التوسع، اللي هو يقبل الدفع شكلا ويقبل موضوع، أي أنه تذهب المحكمة بالحجج اللي أتت فيها الحكومة وترى أن النص التشريعي يخالف المساواة ويخالف مبدأ العدالة ويخالف تكافؤ الفرص، وهنا قد يكون البطلان بالنسبة للمادة الأولى والمادة الثانية. المحكمة الحكومة ذهبت إلى طلب بطلان المادة واحد والمادة الثانية. هنا الاحتمال الثالث يتفرع إلى شقين. الشق الأول أن المحكمة تبطل النص المادة واحد دون المادة الثانية، أو العكس، أن تجعل المادة واحد متساوية في العدالة وتذهب إلى أنه النص دستوري، وتذهب إلى المادة الثانية وتعتبرها غير دستوري. في الحالة هذه يعني يولد إشكالية نوعا ما في تفسير النص. إذا المحكمة الدستورية أبطلت المادة واحد اللي تكلمت فيه الدوائر عن الكثافة السكانية أو تكلمت عن نعم التوازن تشكيلة أو الدوائر الانتخابية، إذا أبطلت هذا المادة بالتبعية تبطل باقي النصوص. نعم. لأن لا يوجد يعني كيان في الدوائر على أساس يمكن أنه، ولكن إذا المحكمة أتت وذهبت بأن النص المادة واحد دستوري وهناك توافق وهناك عدالة فيهم. نعم. وألقت اللي هو النص المادة اثنين فيما يتعلق في الأربع أصوات. نعم. الحق الانتخاب وهو الحق اللي يكون طبعا لصيغ وشخصي في الناخب، بتفسير أن يجوز للناخب أن يخترع أو يعطى الحق للناخب أن يخترع بعدد من يمثله في الدائرة. فإذا كان الدائرة يمثلني مثلا على سبيل المثال 10، لابد أن تعطيني حق الانتخاب بعشر 10 أصوات. أصوات إذا كان يمثلني 5 فتعطيني حق، وهذا يعني على أساس ما يكون في انتقاص من حق الانتخاب. إذا ذهبت المحكمة في هذا الشأن تبغى الدوائر مثل ما هي عليه وتبطل النص 2، هنا النص المادة 2 هنا يولد أن الدوائر تبغى هي مثل ما عليه، ويستلزم على الحكومة أن تعالج هذه المسألة بما ذهبت فيه المحكمة الدستورية وأصدار، وهو حق الانتخاب لعشر مرشحين. وأعتقد أن المحكمة الحكومة لم تذهب إلى يعني المحكمة لهذا الشأن. يعني احتمال الشق الثاني أن المحكمة تبطل المادة واحد واثنين من قانون التعاون، أي أنها تبطل الدوائر والأصوات. هنا في هذه الحالة الأثر المترتب على هذا الحكم، ذهب البعض أنه يعني ممكن يكون يعني يولد الحاجة لمرسوم ضرورة وغيره، وممكن المحكمة كانت تعتقد هذا الاعتقاد أو الحكومة تعتقد هذا الاعتقاد. هو لا، الأثر المترتب على بطلان المادة واحد واثنين من القانون الانتخاب هو العودة إلى القانون السابق، الدوائر الخمسة وعشرين. الدوائر الخمسة وعشرين. وفي هذه الحالة يلقى دستور تلقائياً، الغينا القانون غير دستوري الدوائر الخمس بمادة الأولى والثانية. نعم. نعم. تلقائيا نعود إلى دوائر الخمس 25، وبالتبعية كذلك يبطل مجلس 2009 على أساس أنه انعقد على القانون التي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه. الآن العودة يستلزم أن الحكومة تصدر مرسوم بحل البرلمان 2009 تنفيذ المحكمة الدستورية على فرض أخذت بالرأي الأخير، بالرأي الثالث، بالرأي الثالث تستلزم إصدار مرسوم بحل البرلمان 2009 ودعوة الناخبين للانتخاب وفقا للقانون السابق اللي هو 25 دائرة. ذهب البعض أنه لا، ممكن يكون هناك عذر للحكومة أن تصدر مرسوم ضرورة في تعديل دوائر جديد. أنا طبعا أخالف هذا الرأي، يعني الحكومة لا تملك إصدار المراسيم الضرورة في هذه الحالة.
هذه الحالة لا يولد فراغ تشريعي ولا يولد ضرورة معينة ولا يولد ضرر يقع على الدولة وبالتالي يستلزم الذهاب بمرسوم ضرورة. أو كل ما هنالك يلقى قانون حديث ويرجع إلى القانون القديم، فهذا الرجوع إلى القانون القديم لا يولد عذر أو ذريعة لإصدار مرسوم بتعديل الدوائر، بل يتم الانتخاب وفق الدوائر القديمة، ومن ثم إذا المحكمة أرادت أن تعدل أو أن تنشئ قانون جديد فهي تمارس صلاحياتها الدستورية وفقا للمجلس القادم الذي يأتي وفقا للدوائر 25. يعني دكتور أنت قانونيا تشوف أن الأسلم في حال وصلت الحكمة المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات في مادتي الأولى والثانية، أن نعود للدوائر 25؟ نعم، هذا الأثر تلقائيا، الأثر القانوني وبقوة القانون، وبقوة القانون. نعم، وبقوة القانون نعود للدوائر 25. نعم. إذن دكتور يعني هل يعني من المفترض أن تشكل الحكومة، يطرح بعض الزملاء تشكيل لجنة من مجلس الأمة المبطل 2012 ومن الحكومة لإعادة صياغة قانون جديد للدوائر يقوم على مبدأ العدالة والمساواة، فماذا ترى في هذا الموضوع؟ أشوف أن يعني اللجنة دائما التشريعات لها يعني مكانها الطبيعي لإصدارها وهو مجلس الأمة، فلا يكون هناك لجان تشكل خارجي. قد يكون هناك يعني توافق، قد يكون هناك رسم سياسة معينة، قد يكون هناك أفكار معينة، ولكن ما يصاق يصاق في داخل البرلمان ويتم مناقشته داخل البرلمان وبالإجراءات التي ولدها وترتبت عليها الدستور الكويتي حسب الإجراءات المتبعة. إنما يكون هناك لجنة تتفق فما أعتقد أنه يعني يكون لها وجود دستوري أو قانوني. ممكن نعم. تكون أفكار، ممكن تكون مقترحات، نعم، إنما صياغة أنا أشوفها يعني ممكن مخالفة للدستور. إذن دكتور أنت تدعو لاحترام حكم القضاء وحكم المحكمة الدستورية أيا كان، سواء في إبطال القانون أو العودة لهذا القانون. هي مو دعوة بقدر ما تكون واجب احترام واجب. الأحكام القضاء هي تكون واجب، مو دعوة، هي واجب الاحترام. وهذا حكم المحكمة الدستورية له ميزة أن يكون أثره على الكافة وحجته تكون على الكافة، على السلطة التشريعية وعلى السلطة التنفيذية وكذلك على أحكام المحاكم، وبالتالي واجب احترام الحكم الصادر من المحكمة الدستورية كغيره من الأحكام القضائية، فهي يعني احترامها واجب. هناك نقطة يعني مهمة في هذا الشأن اللي هو مدة الطعن. قد تأخذ المحكمة يعني مدة لإصدار الحكم المحكمة الدستورية، هذه المدة قد تعطل الحياة البرلمانية في دولة الكويت. الآن الوضع الحالي انتظار حكم المحكمة الدستورية، وإن يعني ذكرنا أن لابد أن النص التشريعي يتم تفعيله ولا يكون ذريعة طعن لتعطيل النصوص التشريعية. فيفترض الآن أن تعقد انتخابات، طالما مجلس 2009 غير مرقوب شعبيا وغير مرقوب كذلك حكوميا، فكان الأولى أن يتم حل البرلمان ومن ثم يعني إصدار انتخابات أو إجراء انتخابات وفق القانون الحالي الذي لابد لعدم تعطيله. وهنا فيما بعد يتم الذهاب بمشروع تقدم الحكومة. تتكلم عن حل سياسي دكتور؟ يعني نعم، يعني هذا حل سياسي قد يكون يخرجنا من التعطيل العملية الآن البرلمانية. يعني لا يعقل أن تكون الآن دولة بدون إمكانية إصدار قوانين. الآن لو أردنا أن نصدر قانون، ما هي الطريقة لإصدار القانون؟ نعم صحيح. مجلس لا يريد أن ينعقد، حكومة لا تملك أن تصدر مراسيم ضرورة في ظل وجود برلمان قائم دستوريا على الأقل. فالآن بلد معطلة فيها الحياة البرلمانية ومعطلة فيها السلطة التشريعية في الدولة الآن معطلة. نعم. فأنا أتمنى أن يعني يصدر الحكم محكمة الدستورية بشكل سريع. نعم. أو أن يتم سحبه من قبل الحكومة. نعم دكتور، من وجهة نظرك القانونية ما هو رأيك في الدوائر الخمس؟ وطبعا الدوائر الخمس أثبتت يعني فشلها وأثبتت أن يعني ولدت آثار الآن على الساحة يعني السياسية والساحة الاجتماعية ما كنا نراها في القوانين السابقة. فهو فعلا قانون يعني يحتاج إلى تعديل، وقد يكون الكل متفق حكومة وشعب ونواب إلى يعني تعديل هذه الدوائر، ولكن نختلف في الوسيلة في التعديل. وأن يعني قانون الدوائر الخمس لابد من تغييره بعد ما أثبت فشله. نعم. يعني ولد الفتنة، ولد الكراهية بين الشعب، ولد أمور كثيرة، فهذه بالأمانة محتاجة إلى تعديل. لذلك أنا أتمنى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بشكل سريع حتى نتمكن من إعادة الحياة السياسية وإعادة الحياة التشريعية في دولة. دكتور هناك تصور للدائرة الواحدة، هل طبعا لدى بعض الكتل هل يتعارض هذا مع الدستور الكويتي؟ وأنت أعتقد أن كان لديك مقترح في موضوع الدائرة الواحدة. طبعا التوجه للدائرة الواحدة، هناك مادة 81 من الدستور الكويتي تنص على أن لابد أن يكون دوائر وينظمها القانون.
هذا النص يحتاج إلى تفسير ويحتاج يعني إلى توضيح على ضوءه، هل بإمكاننا نذهب إلى الدائرة الواحدة أو لا نستطيع؟ نعم. التصور الذي طرحه يعني بعض الزملاء أو بعض الكتل السياسية أرى أنه يخالف هذا النص، ومن ثم نرجع إلى مشكلة الطعون الدستورية والطعون في قانون الانتخابات. لذلك إما أن نلجأ للمحكمة الدستورية ونأخذ رأيها تفسير حسب الاختصاصات الموكول لها، ونذهب بها للتفسير نص المادة 81 فيما إذا كان المشرع يشترط تعدد الدوائر أو أنه ورد على سبيل اللفظ والسياق. هنا بإمكاننا أن نحدد هل نستطيع أن نصدر قانون بالدائرة الواحدة أو أن لا نستطيع وتعارضه مع الدستور. نتحدث عن المقترح الذي كان لي تصور في هذه المسألة على أساس أن نحاول أن لا نخالف نص الواحد المادة 81. هذا التصور أن تكون الانتخابات تعقد على مرحلتين. على مرحلتين. مرحلتين. المرحلة الأولى تكون 10 دوائر في 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 البلاد، يتم إخراج من 10 دوائر 10 مرشحين، يكون المجموع في هذه الحالة 100 مرشح. هذا 100 في المرحلة الثانية يتم دخولهم في العمل الانتخابي على مستوى الدولة ككل، تكون الدائرة الكويت دولة. يعني نتحدث عن تصفيات. المرحلة، نعم، المرحلة الأولى تكون ما بين 10 دوائر، خمس دوائر، خمس أو 10 حسب التوافق الحكومي البرلماني في ذاك الوقت، 5 أو 10. وكل دائرة يخرج منها، يخرج منها 20 في حالة الخمس و10 في حالة العشر دوائر. في هذه الحالة يتم يعني دخول العمل الانتخابي على مستوى الدولة. هنا يعني طبقنا يعني الدائرة الواحدة والحكمة من الذهاب للدائرة الواحدة. في هذه الحالة يعني أتوقع المرشح أو النائب فيما بعد لا يكون خطابه السياسي مقصور على دائرته، لأنه يرى أن بالإضافة إلى ناخبين دائرته هناك ناخبين دولة الكويت ككل يتم يعني الاختيار من قبلهم. فهذا التصور قدمته قد يكون يعني لا يعارض المادة 81. طبقنا الحكمة من الذهاب إلى الدائرة الواحدة والحجج اللي ساقوها الأخوان يعني النواب بيعني فائدة الدائرة الواحدة، ونفس الوقت لم نعارض نص المادة 81 أن تكون انتخابات على مرحلتين، مرحلة أولى دوائر ومن ثم دائرة واحدة على دولة الكويت. نعم دكتور، تفضلت أن هالاقتراح وجهته لأحد من النواب أو لجان؟ أنا خاطبت في يعني أحد وشرحت حق يعني كذا أحد من النواب، ويعني تقبل الفكرة دكتور، تقبل الفكرة من حيث المبدأ، ولكن قد يكون الوضع السياسي في هذا الوقت ما مقابل أنه يقبل يعني التصورات أو اقتراحات. البلد الآن يعني مرتقبة حكم محكمة الدستورية ومن ثم، ولكن الآن أنا يعني من قبل يعني قناتكم أطرح هذا التصور. إذا كان هناك توجه للدائرة الواحدة والخوف من مخالفتها لنص الدستوري، فإذا أبرمنا الانتخابات على مرحلتين، مرحلة الأولى تكون على عدة دوائر، المرحلة الثانية تكون بدائرة واحدة اللي هي دولة الكويت، أنا أتوقع أنه ما يكون في مخالفة لنص الدستوري. دكتور خالد شكرا لك على يعني هذه يعني المعلومات القيمة اللي خذيناها منك اليوم. أعزائي المشاهدين نترككم في حفظ الله ورعايته إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.